ماشي، إذا نبدأ بالمحاضرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء، إذا تذكرون المحاضرة السابقة شرحنا عن المضخات الترسية الداخلية والترسية الخارجية، وشفنا فيديو عن مكوناتها وكيفية يعني تفكيكها وعادة ربطها. اليوم راح نكمل موضوعنا عن المضخات، اللي هي بقت عندنا المضخة المكبسية والمضخة الريشية، ونشوف شنو أنواعها. طبعا بشكل عام نبدأ بالمضخة المكبسية، يسموها بيستن بومب بشكل عام. تتميز طبعا كفاءة عالية، و يعني تفضل عند ظروف الضغوط العالية. إذا عندي ضغوط عالية تفضل المضخة المكبسية، وأيضا سهولة أنه تكون مضخة متغيرة الإزاحة. مثل ما تعرفون المضخة الترسية قلنا أن الصعوبة أنها تكون متغيرة الإزاحة، لكن بالنسبة للمكبسية حتشوفون أنه بالإمكان أنه تكون متغيرة الإزاحة. والمقصود بمتغيرة الإزاحة يعني للتذكير فقط، أنه تعطيني حجم سائل، حجم السائل اللي تعطيني إياه بالدورة الواحدة. هذا حجم السائل، ممكن أنا أزيده أو ممكن أقلله. زين، طبعا بيها 3 أنواع رئيسية، اللي هي المحورية يسموها أكسيال، والشعاعية راديال، والترددية ريسيبروكال، اللي هي المضخة الترددية اللي تكون يعني شلون بدائية مثل ما نقول. راح نتطرق اليوم للمضخة المحورية والشعاعية بشكل مفصل. المضخة المكبسية المحورية اللي يسموها اكسيال بيستن بامب، من اسمها محورية، يعني شنو؟ يعني تتكون من مجموعة من المكابس، شوفون هسه، او الاسطوانات. هاي هذا مكبس او اسطوانة، يعني اسطوانة بداخل المكبس. وهاي ايضا طبعا مو بس 2، هذا مقطع جانبي، هي ممكن ان تكون 3 4 5 6 حسب التصميم، موزعه بشكل دائري، هسه نشوفه بالتفصيل. هذه المكابس تكون موازيه لمحور المضخه. محور المضخه المقصود به يعني هو المفروض ما نقول محور، المفروض نقول لعمود المضخه. لعمود المضخه، هذا الشفت اللي هو عمود المضخه، تكون اذن الاسطوانات موازيه اما لعمود المضخه، والموجودة ضمن كتلة الأسطوانات. من هي موجودة ضمن كتلة الأسطوانات؟ يعني أنت من عندك مكبس، المكبس شنو لازم أكو ويا المكبس؟ ما يجي واحدة، يجي ويا أسطوانة. هاي الأسطوانة إذا أكو أكثر من أسطوانة فرح تثبت بكتلة تسمى كتلة الأسطوانات. شلون المحرك بكتلة أسطوانات؟ زين، عند عمل مضخة تدور كتلة الأسطوانات مع محور المضخة. هذا المضخة مو تشتغل، هاي الدور كأنما كتلة واحدة. لكن شنو اللي راح يصير؟ راح يصير انه هذا يعني اما كتلة الاسطوانات تكون مائلة، واما هذا الجزء القرص الدوار اللي مثبتة على المكابس. يعني انا عندي هنا قرص دوار مثبتة على المكابس، وعندي كتلة الاسطوانة منفصلة واحدة عن الثانية، لكن تدور مع بعض. فهذا الميلان اللي حيصير هنا عندما يدور القرص، وهذه الأسطوانة مع المكبس اللي بداخلها يكون في هذا، يطلع إلى الخارج كأنما راح يسحب زيت، راح ينضغط المكبس ده. طبعا ليه سميناها متغيرة؟ لأنه إحنا نقدر نغير الإزاحة مالتها، أما نغير هذا الميلان. إذا زيدنا الميلان فالمكبس منه راح يسحب كمية من الزيت أكثر، وطبعا من يسحب أكثر أيضا بالتصريف راح يصرف أكثر. أما إذا كانت الميل قليل فراح يكون كأنما شوط، يعني أقصد بشوط المكبس يسحب لي كمية أقل من السائل ويصرف لي كمية أقل، ولهذا سموها متغيرة الإزاحة. يعني أنا أقدر أنظمها، يعني هي مو من كيفها تتغير ازاحتها، انا انظمها. اكو فد شيء قابل للتنظيم بها، مرغي او شيء ممكن ان تنظم هذا الميل. زين،
ليش انا قلت عمود ما قلت محور؟ ليش من وصلت لكلمه محور توقفت؟ يمكن حكيناها، مو صحيح المحور قلنا هو مجرد يقوم بالتوجيه، اما العمود فهو يقوم بتدوير، يقوم باعطاء حركه، فهذا الاصح انه نقول عليه عمود. زين، يقول تصنف هذه المضخه على انها متغيره الازاحه. ليش متغيره الازاحه؟ لانه عندنا فشيء قابل للتنظيم، ممكن ننظمه وممكن انه غير الازاحه، حكينا عليها. حيث يمكن ان تكون ذات القرص المتغير الميل. ها، تغير الازاحه لو هذا القرص يكون قابل يعني تغيير الزاويه مالته، وكتله الاسطوانات هي راح تكون متغيره، تشوفون شلون بليد، وهاي يسموها السلندر بلوك اللي هي كتله الاسطوانات. هذا الشيفت تشوفوه امامكم، صمامات سحب وصمامات تصريف، هسه راح نشوفها بالتفصيل. هذا هو المكبس البستن. هذا هو المكبس او البستن، او هي مجموعه من المكابس بالحقيقه. زين، شوفوا هنا لو تلاحظون هذه النوعيتين اللي هنا ذكرها، هاي النوعيه الاولى ايش مكتوب؟ سواش بليت تايب. يعني شنو هذا البليت؟ هذا شوفوا الجزء مستقل، يعني العفو ما غير مائل، ثابت. اللي يتغير هو شنو؟ ميل القرص او السواش بليت. هذا ايش كاتب لك؟ سواش بليت تايب، هاي نوعيه من القرص اللي هو اقدر انظمه. النوع الثاني اللي هو بنت اكسس تايب، اللي هو شنو؟ لا، المحور، هذا المحور مع كتله الاسطوانات اقدر اميلها بزاويه معينه مع ثبات شنو؟ القرص، مع ثبات القرص. لاحظوا من شنو اللي تلاحظوه هنا؟ بالنوع الاول عندي الشيفت دائما يكون مع الجزء الثابت، يعني الجزء الثابت هو مو اقصد ثابت يعني ما يدور، لا، ثابت يعني ما ينحني، اقصد ما ينثني. يعني هنا عندي كتله الاسطوانات غير قابله للثني، غير قابله لتغيير الميل، فيكون الشيفت معها. هنا السواش بليت هي تميل، بينما هنا عندما يكون كتله الاسطوانات هي اللي تميل، فالشيفت ويا من راح يرتبط؟ راح يتغير الميل. فهاي نقطة بس لاحظوها. يعني هي ما مكتوبة هنا مازال، بس يعني سجلوها عندكم. زين. بعد شنو عندها؟ يقول يعبر عن حجم المضخة بإزاحة المضخة عند أكبر زاوية. ها، هسه واحد يجي يقول لي زين أنا من أريد أجي هاي المضخة اشتريتها، راح باليبل مالتها مكتوب إزاحة المضخة اللي هيش عبرنا عنها؟ عبرنا عنها بالدي بي، إزاحة المضخة displacement of pump. إزاحة المضخة هاي الكاتبة على المضخة، يا ترى أنه هل هي عند أقصى ميل للقرص مثلا إذا حكينا على هذا، أو عند أقل ميل، أو شلون؟ أقول له هذا الدي بي المكتوب على المضخة هذا يعطيك الماكسيمم. فيقول لك يعبر عن حجم المضخة بإزاحة المضخة عند أكبر زاوية ميل للقرص أو للمحور، للقرص هذا القرص أو للمحور هذا كتلة الأسطوانات يعني. زين، السؤال لكم، لو فرضنا انه زاويه الميل كانت صفر، يعني هذا القرص، هذا القرص بشكل مستقيم صار هنا، خلي امسح هاي الكتابه، كان هذا بشكل مستقيم ماكو اي زاويه، الزاويه صفر، ايش تتوقعون التصريف ايش قد راح يصير؟ ايش قد راح يصير التصريف؟ ها، من يجاوبني؟ ايش قد راح يكون التصريف؟ بس لا، عفوا، وراحوا يتغدون. الو، نعم استاذ، وياك. شنو الو، سؤالك؟ وياك استاذ دكتور، وياك اخاف راح تتغدون يا معودين، صدق كذب، لا تعوفوني وحدي. موجودين استاذ هو ماكو مسألة مثلا، انا يعني مو سؤالي مسألة شنو؟ احنا سؤال، بنحكي مالش. الله يسلمكم، اذا احكي انجليزي. لا أدري، مو مسألة، بس قصدي أنا شنو قلت؟ هذا القرص لو كان ميله صفر، هذا القرص لو كان ميله صفر يعني ما ميله أنا بأي اتجاه، فايش قد راح يكون تصريف المضخة؟ دكتور راح يكون هنا صفر تصريف المضخة صفر لو
اي تفضل تفضل. منو قال؟ منو يتكلم؟ يكون التصريف صفر دكتور. الو، ليش يكون صفر؟ جدا ممتاز، ليش يكون صفر؟ لانه هنا شوط المكبس، احنا التصريف على شنو يعتمد؟ او ازاحه المضخه تعتمد على شوط المكبس، ايش قد ما المكبس يتحرك داخل الشوط مالته يكون كبير، ايش قد ما راح يسحب لي كميه كبيره، مو صحيح؟ زين، اذا اني سويت هذا القرص البليتا او هذا او هنا عندنا الحاله سويته بشكل مستقيم الزاويه صفر، زين هذا المكبس الشوط مالته لا راح يتحرك للامام ولا راح يتحرك للخلف، لا راح يسحب ولا راح يدفع، فازاحه ايش قد تصير؟ ما المضخه صفر، كانما ماكو تصريف، تلاحظون شلون؟ فهاي هذا النوع من المضخات المتغير الازاحه نقدر نستفاد منه وين؟ بالانظمه المغلقه اللي يمكن تكلم لكم عنها دكتور نصير، بالنظام المغلق من تخليه على وضع الحياد، يعني الصمام التوجيه من تخليه على وضع الحياد ايش راح يصير عندك؟ راح يصير السائل اللي جاي من المضخه ما راح يلقى له منفذ، فايش تضطر تخلي؟ تضطر تخلي اما صمام تحديد الضغط اللي هو ريليف فالف يرجع للخزان، واما هي المضخه تكون مثلا تطفئ او تكون ازاحتها صفر، يعني يكون اكو فتح حساس معين للضغط، من يزداد الضغط عن حد معين يحاول يميل هذا القرص، يعني بطريقه او باخرى يميل هذا القرص فيرجع الميل مالته يصير صفر، فالمضخه تظل تدور تشتغل المضخه ما عندها شيء، بس ما بيها تصريف، تصريفها صفر، فهاي النقطه اللي ريت اوضحها لكم. جدا ممتاز. هنا عندنا ايضا بعد نفس الحكي هذا نفس الكلام، يعني ماكو شيء جديد بالكتابه لكن الصور تغيرت. الصور هنا لو تلاحظون هسه يبين لك مبدا عملها، يعني شلون بدها تشتغلها. لاحظوا باعلى ميل هسه بالصور هاي العليا دا اتكلم، بس خلي اخذ المؤشر. هاي من يكون اعلى ميل شو يكتب لك؟ يكتب لك في ماكس، يعني ماكسيمم اقصى حجم او اقصى ديسبليسمنت، وكل ما يقل الحجم شوف يصغر الى ان يصير الفي صفر، التصريف صفر او ازاحه المضخه صفر، تلاحظون شلون؟ فهاي لا تنسوها، يزداد التصريف او ازاحه المضخه بزياده الزاويه ويقل عند. نجي شلون يشتغل؟ هنا عندنا مثل ما تشوفون هاي هسه جزء دوار وعندنا كتلة اسطوانات وعندنا مكابس، تلاحظون هاي طبعا تدور، يعني هذا مو ثابت، بس هو هنا برسم مبين ثابت، يعني هذا مرة ينزل جوا وهذا يصعد فوق ومرات بالعكس، فشي يصير؟ هذا من يصعد فوق ايش يسوي؟ يحاول انه يسحب، ومن ينزل الى الاسفل يضخ الزيت وهكذا، وهنا ايضا نفس الحالة. فهاي فتشكل بسيط عن المضخة المحورية. هاي طبعا مرات في بعض الاحيان الشركات من تصنع المضخات تصنف فيها موديلات مختلفه وتعطيها فد رموز يعني مختلفه، طبعا كل واحد كل موديل من عندها، انت كمهندس مثلا من تريد تشتري مضخه معينه او يطلب منك انه تحدد نوع مضخه معينه، فانت تجي شو تسوي المضخه؟ اهم شيء بيها شنو؟ اهم شيء بيها شوف الديسبليسمنت مالتها، الديسبليسمنت شوف بيش مطيك اياها، سنتيمتر مكعب لكل دوره بالريفوليوشن او متر مكعب او لتر، اهم شيء يعني وحده حجم على الدوره بالدوره الواحده، فمطيك هنا مثلا هنا وحدات اثنين، يعني هنا العشره هاي هي سنتيمتر مكعب بالدوره، بينما البين قوسين هو كاتب لك كل شيء بين قوسين عفوا كل شيء بين قوسين هو كيوبيك انج، سي يو اي ان يعني كيوبيك انج يعني انج مربع لكل دوره، فمطيك اياها بالوحدات النظام العالمي وبالنظام البريطاني بالنسبه للديسبليسمنت، مطيك الماكسيموم بريشر بريس يعني بريشر هاي مختصر، مطيك اياها بالذني ال 21 وجوها هاي بالميجا باسكال، واللي ما بين القوسين مطيك اياها بالبي اس اي، زين مطيك الماكسيموم سبيد السرعه القصوى اللي هي ريفولوشن بير مينيت نعطيك اياها ايضا. هنا هسه انت تقدر تطلع التصريف منه، طبعا هذا كله نظري اذا نحكي تصريف نظري، التصريف النظري شو يساوي؟ سهله، عندك قلنا التصريف النظري يساوي لي
الدي بي في الان، هاي الدي بي موجوده والان ايضا موجوده. شو تريد بعد؟ تريد تطلع مثلا القدره، يحتاج لك الكيو اكتوال، تقدر يعني اذا اعطاك الكفاءه مثلا كيو اكتوال من طلعها من الكيو تي اتش، وايضا عندك الضغط البي اف اي اف يساوي قلنا كيو اكتوال في البرجر، هاي البرجر. طبعا هنا انت ما تعتمد على الجدول انت تحسب القدره، ليش؟ لانه البي اف قلنا الكيو اكتوال هو شنو الفعلي، والبي ايضا هو الواقعي، يعني مو شرط هي المضخه تعمل تحت ضغط اعلى ضغط، ربما الحمل الموجود، يعني اعطيك مثال هسه مثلا الكيله مال شفل او مال بلدوزر، من تشتغل ربما انت الكيله متروسه كلها رمل، راح يكون شنو الضغط عالي داخل المنظومه، واصل لحد عالي، لكن من تشتغل بنص الحمل ايضا الضغط راح يكون في المنتصف. ولهذا احنا ايش قلنا بالبدايه؟ قلنا المضخه لا تولي الضغط، المضخة تولي الجريان، عليها تسوي جريان، بقى الضغط مين يجي؟ يجي من الحمولة اللي انت شايلها، ايش قد الحمولة عالية ضغط عالي يصير، حمولة منخفضة ضغط منخفض. زين، هاي طبعا اجزائها المضخة المكبسية المحورية، هذا شيفت او عمود احنا سميناه يعني مذكور محور بالغلط، وعندنا ايضا كتلة الاسطوانات، كتلة الاسطوانات وايضا كتله الاسطوانات ذني شنو، من يقول لي ذني المكابس، هنا تيجي تقعد في كتله الاسطوانات. هذا منا راح يكون عندنا فتحه تصريف وفتحه سحب، يعني هاي وحده فتحه سحب هاي، وذني فتحات تصريف او بالعكس، وذني ايضا السيلز او اللي شلون يعني تمنع الزيت من الخروج الى الخارج، وهاي مثل الغاز جيت يكون بالنسبه الى ايضا يمنع الزيت من الخروج الى الخارج، هاي بولبرين يكون بولبرين حتى يسهل الحركة. زين، هسه بعد ما انتهينا من المضخة المحورية نجي على نوع آخر من المضخات، هي أيضا مضخة مكبسية، لكن شنو، عندنا مضخة مكبسية يسموها شعاعية اللي هاي موجودة أمامكم. هذه المضخة تتكون من مجموعة من المكابس، وين هالمكابس؟ هسه هذا عندنا مكبس، زين هذا الأسود، هذا الأسود، هذا مكبس، هذا مكبس، إذن كلها شنو مجموعة من المكابس، زين مرتبة بشكل شعاعي لو تلاحظون، يعني تكون مو بشكل محوري مثل ما بالمضخة المحورية وإنما بشكل شعاعي حول عمود إدارة المضخة، هذا العمود، وكل مكبس يحتوي على صمامين. هنا كل مكبس بي صمامين، مو مثل هناك، هناك عندنا مجموعة من الثقوب أو ثقب واحد يكون بالأعلى اللي هو سحب مثلا خلينا نقول، أو بالأسفل يعني بغض النظر عن المكان، وثقب آخر راح يكون بالأسفل أو بالأعلى حسب يعني ذاك شلون يصير هذا عكسه. فالمكبس من يوصل إلى من يوصل يعني هاي إذا شفتوا هاي البليت اللي قبل شوية طلعناها، هاي مرسوم عليها، هنا أكو ثقوب، فالمكبس من يوصل إلى هاي النقطة شي يسوي مثلا يسحب، من يوصل الى هاي النقطة يدفع سائل. هنا لا، هنا كل مكبس هو بي صمامين، صمام سحب وصمام شنو تصريف. صمام السحب طبعا هناك واحد يفتح عكس الثاني، يعني هذا من ينزل المكبس الى اسفل هذا يفتح يسحب، من يصعد الى اعلى هذا ينغلق، يعني هو صمام يسموه لا رجعي يعني تشيك فالف، زين فهذا ينغلق وبالضغط هذا ينفتح، يعني هذا ينغلق والعكس صحيح. فهنا ايش راح يصير؟ راح يصير طبعا هسه واحد يقول لي زين هاي ايش كم فتحه سحب ايش كم فتحه تصريف، اقول له ها مو ذني فتحات يعني هاي فتحه سحب مثلا، هاي فتحه سحب، هذه فتحه سحب، هاي فتحه سحب، وهاي ذني كلها مرتبطات بجوين واحد، شلون بالمحرك شايفين بالمحرك الجوين مال هواء من يدخل المحرك هو انبوب واحد، لكن بالمحرك راح يتقسم الى اربعه مثلا اربع يروح الاربع اسطوانات، وكذلك العادم اكو اربع عوادم لكل اسطوانه واحد، بعدين تجتمع تروح شنو بانبوب واحد الى الاكزوز. هنا نفس الشيء، هنا عندنا الصمامات السحب او فتحات السحب راح تنجمع من تسحب من خلال انبوب واحد، وكذلك فتحات التصريف،
تصريفه ينجمع في انبوب واحد. زين، بقى عندنا هذا الجزء الدوار بالمركز لو تشوفوه هو مو مثبت بشكل مركزي، مثبت بشكل غير مركزي مثل الكامة. شلون الكامة بالضبط يسموها؟ مثل الكامة. فهنا الكامة من دور بشكل غير مركزي، ايش راح تسوي؟ مرة راح تضغط على هذا المكبس، مرة على هذا المكبس، مرة على هذا المكبس، وهكذا. فكل مكبس تضغط عليه الكامة راح يكون به شوط دفع او شوط تصريف، كل مكبس تبتعد عن الكامة راح يكون به شوط سحب. زين سكشن يعني يكون به شوط السحب اللي هو سكشن، وشوط تصريف اللي هو الديسشارج. ايش يقول هنا؟ يقول هذه المضخة تتكون من مجموعة من المكابس المرتبة بشكل شعاعي زين حول عمود إدارة المضخة. شوف هنا صحيح مسميه عمود، فهناك إن شاء الله أصلح لكم إياها. وكل مكبس يحتوي على صمامين، أحدهما للسحب، هذا للسحب، والآخر المن للدفع. أشواط المكابس تحدث نتيجة اتصالها بشنو؟ بكامة. هاي الكامة تشوفوها أمامكم تدور بشكل غير مركزي، يعني ما صايرة في المركز. طبعا هاي المضخة ايضا نفس المضخة اللي قبلها تكون ملائمة للعمل تحت ضغوط اعلى، يعني اعلى من المضخة المحورية، ممكن انه تشتغل بضغوط اعلى من المضخة المحورية. طبعا هنا هذا فيلم بس ان شاء الله يشتغل، خلينا نشوفه. هسه بعدين انقلبت الصفحة، بعدين ارجع لكم عليه اراويكم الفيلم مالته. هسه نطوي صفحة المضخات المكبسية، لكن قبل ما نطويها هل انه هناك اكو هل هناك خلينا نقول سؤال او استفسار بهذا الموضوع؟ السلام عليكم دكتور. اتفضل. عليكم السلام دكتور، بس الشعاعية متغيرة لو ثابتة، يعني لو نقدر نغير الشعاعية. هسه لحظة واحدة خلينا نطلع منها. الشعاعية هي يفترض أنه أيضا تكون متغيرة، ممكن تكون متغيرة. ليش تكون متغيرة؟ لأنه الكامة نقدر نغير وضعها. يعني فد لحظة شنو صار؟ خلي أراويكم فيديو ما تطلعنا، خلي أراويكم فيديو حتى تشوفوا. فد لحظة ثواني. هي يفترض أنها تكون متغيرة، يعني ممكن تكون متغيرة ممكن تكون ثابتة. بس هذا الفيديو ايضا هو ما ادري ظهر امامكم هذا الفيديو؟ اي استاذ واضح. بس خلي شوي اكبره. هذه المضخة اللي هي الشعاعية اللي سألت عنها زميلتكم قبل شوية، لو تلاحظون هنا أيضا، يعني لو فرضنا أنه هذا الجزء اللي بالوسط، هذا الجزء اللي بالوسط هذا لو كان نقدر نتحكم بمدى بعده أو قربه عن المركز، فأيضا ممكن تكون هاي المضخة شنو متغيرة الإزاحة. يعني هذا الشفت اللي يدور هاي الكامة أو هي الكامة كلها، لو كانت المضخة بها إمكانية انه نبعدها او نقربها عن المركز، فايضا هاي ممكن انها تكون متغيره الازاحه. يعني مو مثل الترسيه، الترسيه مثل ما نقول فشي تصميمي ما نقدر احنا نغير به، يعني ترس ذو قطر معين وترس اخر نفس القطر والبيت مال المضخه ثابت، فما تقدر تتحكم بها. بينما هنا بهذه المضخات طبعا اكو قد يكون مضخه شعاعيه ثابته الازاحه، يعني ما تجي هي من الشركه ثابته الازاحه، لكن تقول لي ممكن تصير متغيرة؟ أقول لك نعم، لأنه بها قابلية أنه ممكن نتحكم بها. زين، فخلنا نجي نشوف هنا قبل ما أشغل الفيديو. تشوفون هاي الكامة اللي هي بالوسط موجودة، وكل كامة مسيطرة على كل ضلع من أضلع الكامة. طبعا هاي الكامة خماسية، ليش؟ لأنه عندنا خمس مكابس، إذا كانت ستة تكون سداسية وهكذا. فهنا هاي مكابس، كل مكبس هو داخل أسطوانة يكون. طبعا هنا عندي ايضا نابض، هذا النابض حتى يساعد انه الكامه مو تدفع المكبس. من تترك المكبس شنو اللي يرجع المكبس الى وضعه الطبيعي حتى يسحب؟ هو النابض. النابض حتى يعني اذا لو ماكو نابض الكامه دفعت المكبس، يعني المكبس شلون يرجع بعد؟ صرف السائل شلون يرجع؟ ما ممكن يرجع، فخلوا له نابض حتى هذا النابض يسحبه
بقوة حتى يسحب يسحب زيت أو يسحب السائل هو الموجود، وبعدين من تدفع الكاميرا راح يرجع يصرفه زين. بعد شنو خلينا نجي نشوف ذني، طبعا ده شوفوها ذني أيضا صمامات أحدهما عكس الآخر، يعني واحد من الصمامات يسحب يفتح بهالاتجاه وبهالاتجاه يغلق، والثاني لا يفتح بهالاتجاه ويغلق بالاتجاه المعاكس. خلينا نشوف الفيديو مالتها، لاحظوا طريقة عملها، شوف الصمامات شلون تتحرك. إذا شفتوها ما أدري هاي الصمامات شوف شلون تتحرك واحد عكس الثاني. هاي المكابس باللون الأصفر محدد لكم إياها، وهاي الكامة أيضا هسه الآن، وهذا الشيفت اللي هو دي يحرك الكامة. تلاحظون شلون طريقة عملها. طبعا هنا هسه هنا باعوا على هذا الجزء، هذا هنا عندي سحب وعندي مثلا تصريف زين. لاحظ هنا بهذا المكبس ما عندي تصريف، هسه بس مجرد دا يسحب من 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 صمام واحد، ما عندي لون احمر. ليش؟ لانه ما واصل مرحله الضغط. هذا دا يبدي دا يصعد، دا يبدي يصرف. هذا واصل اوج التصريف، يعني نهايه شوط التصريف. دا تلاحظ شلون هذا يعني الان يعني تو دا يفتح الصمام دا يصرف، وهكذا العفو دا يسحب اسف. فشوف الطريقة مع العمل مالتها جدا بسيطة هي وسهلة، وأيضا تعمل تحت ضغوط عالي. هسه أنا راح أعيد لكم العمل مالتها، أريدكم تركزوا لي على مكبس واحد، خلينا نقول على هذا المكبس. ركزوا لي شوف إيش دا يصير. أول شيء دا يسحب، فتح هذا الصمام دا يسحب، هذا مغلق، بعدين دفع هذا انغلق الصمام، وين من انفتح؟ انفتح هذا الصمام، وهكذا الدوره مالته. اذني فتحات الدفع تكون موجوده، تكون كلها موحده في انبوب واحد وتنطي الى المنظومه الهيدروليكيه، وفتحات السحب ايضا كذلك موجوده في انبوب واحد يذهب الى الخزان، او يعني خزان بعدين فلتر بعدين ايضا الى المضخه. شوفوا النوابض ايش ده تسوي هنا، لو تلاحظون النابض انضغط، فمن يزول يعني ضغط الكامة راح النابض يرجع إلى وضعه الطبيعي. هسه النابض صار بطاقة كامنة، فمن يزول الضغط عن النابض راح يرجع إلى وضعه الطبيعي ويسحب وياه شنو المكبس. فهذا أساس عملها، ما أصور بفشي صعب. يعني إذا عندكم سؤال أو استفسار قبل ما نحول على المضخة الريشية. طبعا هي أكو هواية فيديوهات، يعني تكتب راديال بيستن بامب تطلع لك هواية فيديوهات على هذا الموضوع. نحول على المضخة الريشية. لحظة. المضخة الريشية اللي هي وين أصلاً هي؟ ظهرت أمامكم طلاب؟ أنا ترى ما أعرف جيد هلا ماكم، فظهرت السماء كل محاضرة. ماشي. المضخة الريشية مبدأ عملها أسهل من المضخة الشنو المحور المكبسية. المضخة الريشية ببساطة تتكون من بيئة المضخة اللي هذا، خلي بس أسجل هنا. بالنسبة للمضخة الريشية الفين بامب تتكون من مجموعة من الريش، هاي يسموها إذن الحمر ده شوفوها، إذن يسموها ريش زين. إذن الريش وين موجودة؟ موجودة مثبتة في قلب المضخة الدوار اللي يحتوي بدوره على شنو؟ على مجموعة من الأخاديد. هذين الأخاديد تستقر بها إذن الريش، وأما تكون هنا بالجزء الفارغ من عدها يكون أكو نوابض حتى تحاول يصح الريش راح تطلع بالطرد المركزي، لكن أيضا لضمان خروج الريش من الأخاديد مرات بشكل معين حتى الأخدود. إذن تتكون من مجموعة من الريش هاي مثبتة في أخاديد موجودة في قلب دوار، هذا اللون الرصاصي موجود داخل بيئة المضخة، هذا اللي تشوفوه الدائري.
هذا بيئة المضخة ما يكون دائري، يكون بشكل يسموه إهليجي أو بيضوي. ليش؟ لأنه هنا نفس الحالة أيضا، شوفون القلب ما موجود في مركز المضخة، لو كان في مركز المضخة ما راح يصير عندي لا سحب ولا تصريف، فيكون بشكل بعيد عن المركز، بشكل لا مركزي موجود. فمن يدور هنا راح يصير هذا اللي تلاحظون ايش مكتوب، مكتوب انلت، راح يدخل الزيت منه مثل الناعور بالضبط، راح يدخل الزيت منه، راح يندفع يوصل الى هاي النقطة. هذه النقطة من يوصل هنا شنو اكو، ده يصير تضييق، يعني الزيت ما راح يصير عنده مجال يروح منه، فوين راح يتصرف؟ خلي في بالك طلاب، الزيت اقل مكبس سين او مكبس اي ومكبس بي. المكبس اي عليه حموله خلينا نقول 1000 نيوتن، والمكبس بي عليه حموله 500 نيوتن. فالزيت من يختار؟ ما يدور وجع راس، وين يروح؟ يروح على الاقل زين، على الاقل مقاومه، يروح على 500 يشتغلها. بين هنا نفس الشيء، فالزيت هنا راح يواجه مخرجين، مخرج منه اللي هو الاوتلت، وهنا ايضا مخرج جدا ضيق، او ربما هسه هنا جزء مسوي اكو مسافه، لكن هو بالحقيقه جدا ضيق، يعني ما يسمح بدخول الزيت، فما راح يكون عنده مهرب الا هذا المنفذ اللي هو يكون اقل مقاومه. فراح يجي الزيت ينطرد منه، يخرج من هذه الصفحه. زين واحد يقول لي زين شلون ينسحب الزيت؟ اقول له مو هنا مو كان اكو زيت، فراغ فراغ حتى هواء ماكو، فتخ شنو الخزان فيه فتفتحه مثل ما نقول، واما شنو يكون عندي مثل الكمبريسر يعوض لي الضغط اللي فقده. فاكو ضغط داخل الخزان، هنا يصير تخلخل بالضغط، راح ينتقل الزيت الى داخل المضخه وبعدين يتصرف، وهكذا باستمرار. زين خلينا نجي نشوف هاي الحكي شنو يقول. يكون بشكل بيضوي الشكل، اثناء دوران القلب الدوار تخرج الريش من اخاديدها عند وصولها الى منطقه ابتعاد البيت المضخه، يعني هنا راح تشوفون، شوفوا الريش داخله في بيوتها او في اخاديدها، لكن شو وقت تخرج عندما تشوف ريش المضخه بسرعه عاليه، مو بسرعه بطيئه، احيانا اكو نوابض، يعني موجوده نوابض هنا، فهاي نابض مع الطرد المركزي راح تدفع المضخه وتخليها العفو تدفع الريشه الى الخارج بفعل قوى الطارد المركزي او بفعل النوابض. يقول تسحب المضخه الزيت عندما ما يزداد حجم الفراغ. شوف هسه هنا لو نجي نقيس الفراغ ده يزداد، فما هسه يصير عندي سحب هنا من ده يستمر، الفراغ ده يقل او يكاد ينعدم، فشنو الزيت راح يتصرف. فيقول تسحب المضخة الزيت عندما يزداد حجم الفراغ بين الريش. مدى اسمع العفو دكتور، العرض ما الشاشة توقف عند الكل، توقف لو بس عندك انا هم بدي يبين عندي استاذ، انا خل النت عندي ما بس يعني ما توقف، ما عندي هم عرض، العرض مقطوع عندي ماني مين دكتور، ما دكتور عند الكل، عند الكل عند الكل. فد لحظه خلي اشوف شنو المشكله.
الو وياك استاذ. اعرف شو طلعت من الميت ما اعرف ليش هسه في الله الخير شاوي. زين هسه رجع العرض امامكم. رجع العرض دكتور رجع. والصوت واضح؟ اي واضح. اي واضح دكتور. ممتاز. هسه عاد خلي هنا نسوي التسجيل مره الاخ. سجلتوا حضور طلاب؟ زين هسه خلينا نجي. اي دكتور. ماشي. هسه خلينا نسوي هنا تسجيل. زين هنا يقول ايش دي يصير بس لا اعرف. طلاب هنا شي يقول وصلنا لهاي النقطة يقول تسحب المضخة الزيت عندما يزداد حجم الفراغ بين الريش، طبعا بين الريش وبين شو اسمه يعني بيت المضخة اقصد اقترب بيت المضخة الى فتحة الاوتلت. زين هنا عندي ايضا فيديو الصور اذا ان شاء الله يشتغل بدون عكوسيات. اذا حتى اذا ما اشتغل هذا الفيديو راح خلي شلون اخر الصوت مالته يوتيوب. نجي على مقارنة بين المضخات، المضخة الترسية والمضخة الريشية والمكبسية، إذا الثلاث أنواع الرئيسية نشوف شنو الفروقات اللي بيناتها، إيش وقت يعني أستخدمها، إيش وقت أستخدمها، يعني أنت كمهندس المفروض تعرف إنه شلون إيش وقت تستخدم هاي المضخة، ليش استخدموا هاي المضخة هنا، ليش استخدموا هاي هناك، حتى تشوف شنو الموجود. نجي المضخة الترسية، أول شيء مضخة الترسية ثابتة الإزاحة. مضخة ترسية ثابتة الإزاحة يعني وين أقدر أستخدمها؟ بيا نظام مغلق لو مفتوح؟ عندكم فكرة إنه ثابتة الإزاحة وين أقدر أستخدمها؟ دكتور أعتقد المغلق بالمفتوح. بالنظام منو قال نظام مفتوح؟ منو قال نظام مفتوح؟ على كل حال النظام المفتوح ثابتة الإزاحة كل النظام المفتوح هو الصحيح. ليش؟ لأنه بالنظام المفتوح أنت من مضخة هاي المضخة ثابتة. نعم تعرف ليش؟ تعرف ليش نستخدمها في الأنظمة المفتوحة؟ يلا مو مشكلة هم جزاك الله خير أنه قلت لنا ثابتة الإزاحة لأنه تصرف كميات ثابتة من الزيت. ففي النظام المفتوح في وضع الحياد، وضع الحياد شنو هو من اسم نظام مفتوح يعني يرجع للخزان، فما عندي مشكلة ما عندي مشكلة. بينما بالنظام المغلق ما أقدر أستخدمها إلا بشرط. من يقول لي شنو الشرط؟ يعني هاي المضخة الترسية أقدر أستخدمها بالنظام المغلق لكن لازم أكفت شرط به أو أخلي فد شيء بحيث ممكن أستخدمها. أحد يعرف أنت فكرة عليه؟ دكتور من يعني الصمام يكون مغلق ما يرجع زيت؟ لا هسه بس افهم الفكره مالتي. هسه انا هاي ثابته الازاحه مو صحيح؟ بالنظام المغلق بوضع الحياد بوضع الرفع او وضع الدفع هاي معروفه يروح للمكبس يروح المحرك هيدروليكي، بوضع الرجوع ايضا يرجع للخزان. المشكله وين عندي؟ بوضع الحياد يكون المركز مغلق فهاي المضخه ثابته الازاحه. زين اذا الزيت وين يروح اذا المركز مغلق؟ شو احتاج اخليه وياه اذا استخدمها؟ احتاج اخلي ريليف فالف اللي هو صمام تحديد الضغط. هذا شيء يسوي؟ خليته على المركز المغلق يعني العتله خليتها على وضع الحياد مركز مغلق. زين الزيت وين راح يتوجه؟ راح يتوجه من الريليف فالف الصمام تحديد الضغط يرجع وين للخزان. اذا ما خلي هذا الصمام او صار بيعطل شيء يصير بالمنظومه؟
راح يصير بيها دمج، راح يكون يصير بيها يعني شو احنا نقول ضرر، زين، راح اما الانابيب راح تنفجر او المضخه الضرار او غيرها. فهاي النقطه مهمه، زين، هاي معناتها ثابته الازاحه. زين، نجي على المضخه الريشيه. المضخه الريشيه ممكن تكون ثابته الازاحه، ممكن تكون متغيره الازاحه. ليش؟ انه بيها المحور او العمود موجود بشكل غير مركزي. فيعني شنو معناته غير مركزي؟ يعني معناته اقدر كل ما اقرب العمود الى المركز راح شنو يقل التصريف، يقل ازاحه المضخه. وكلما ابعد المحور عن المركز يعني راح شنو يكون عندي ازاحه المضخه راح تزداد. طبعا هسه واحد يقول لي شرط انه كل مضخه ريشيه هي راح تكون متغيره الازاحه وثابته، اقول له لا، حسب الشركه. بعض الشركات تصنع مضخات مثلا ثابته الازاحه، بعض الشركات تصنعها ثابته ومتغيره الازاحه. زين، فانت شنو حسب نوع المضخه، لكن ممكن، نعم ممكن. زين، بالنسبه للمضخه المكبسيه ايضا نفس المضخه الريشيه، ممكن انها تكون ثابته الازاحه وممكن ان تكون متغيره الازاحه. طبعا هنا معطيك مثال على المضخه المحوريه، قايل لك تتغير الازاحه بتغيير زاويه الانحراف الجزء الدوار اللي حكيناها قبل شويه، او اذا شعاعيه فقلنا ايضا الكاما هاي كلما يزداد ابتعادها عن المركز راح يزيد شوط المكبس، وبالتالي راح يزداد تزداد ازاحه المضخه واللي هو الحجم المزاح خلال الدوره الواحده. نجي على النقطه الثانيه، قابليه السحب عاليه الما للمضخه الترسيه. هنا بالنسبه للريشيه قابلية السحب مالتها متوسطة، والمكبسية قابلية السحب مالتها تكون منخفضة. زين، بالنسبة للكفاءة، كفاءة قليلة بالنسبة للترسية، بالنسبة للمضخة الريشية تكون أيضا قليلة لكن عالية علما للمكبسية. الكفاءة شنو هي الكفاءة؟ قلنا أنه كمية الزيت الداخلة أو الخارجة من المضخة، يعني الداخل نسبة الخارج إلى الداخل، الزيت الفعلي الاكتوال، تصريف فعلي اللي هو داخل المنظومة، الى التصريف النظري اللي هو شنو حبر على ورق اللي هو مكتوب على الليبل مال المضخة. زين، طبعا هنا من اقول كفاءة يعني كفاءة حجمية او كفاءة ميكانيكية، اثنيناتهم تشتغل. زين، تتأثر بشكل اقل بالملوثات بالنسبة للمضخة الترسية، هنا ايضا بالمضخة الريشية تتأثر بشكل اقل بالملوثات، لكن بالمضخة المكبسية بما أنه عندي مكابس وعندي صمامات، يعني هنا ما عندي صمامات، بالترسية عندي فقط شنو أنبوب سحب وأنبوب تصريف، بالريشية نفس الشيء، لكن هنا عندي صمامات. هاي الصمامات إذا أكو ملوثات أيضا راح تتأثر بالملوثات الموجودة بالزيت. حركة بالنسبة للمضخة الترسية، حركة السائل بين فراغات أسنان التروس وبين جسم المضخة، هاي يعني يقول لك حركة السائل شلون تصير. هنا ضغط حجم السائل بين الريش وبين حلقات الحدبات اللي هي الريش يعني. زين، هنا ضغط حجم السائل في كتلة الأسطوانة بواسطة المكبس، يعني شوف هنا طريقة عمل كل واحدة من عيتين دي يقول لك. هنا طبعا هاي هنا اكو فد خطأ، هسه اشوف لكم اياها شنو، بين الريش وبين بيت المضخة البامب هاوسينج. زين، عندنا بالنسبة للحجم تكون صغيرة خفيفة الوزن، هاي الشغلات يعني الروتينية، رخيصة الثمن، هنا صغيرة جدا رخيصة نسبيا يعني مقارنة بيناتهم. هنا تكون شوية حجمها كبير ثقيلة لأن تحتوي على مكابس، تحتوي على كتلة اسطوانات، وتكون شوية نوعا ما غالية الثمن. طبعا هنا بالنسبة للترسية قلنا اكو نوعيتين بيها، ترسية داخلية وترسية خارجية. وعندنا بالمضخة الريشية طبعا ما شرحت لكم اياها، هسه اطلع لكم فيديو عليها، عندنا متزنة وعندنا غير متزنة، هسه اشرح لكم عليها. المضخة المكبسية قلنا منها محورية وشعاعية، واكو الترددية اللي يكون هسه راكم اياها بشكل فيديو ما موجودة هنا بالمحاضرة. ايضا هنا مقارنة شنو بالارقام اللي هي شنو يحدد لك انه يعني الضغط والتصريف والازاحة، وبالنسبة إلى موجبة الإزاحة أو غير موجبة الإزاحة. هنا شوف دخلوا إياها الطاردة المركزية، المضخة الطاردة المركزية من ما أقدر أستخدم مضخة طاردة مركزية في المنظومات الهيدروليكية، وأنا أستخدمها مثلا بالري، أقدر أستخدمها ربما في
المرشات، هاي المرشات اللي هي مرشات المبيدات وغيرها، لكن بالنسبة للمنظومات الهيدروليكية ما راح أقدر أستخدمها، فقط تستخدم مضخات موجبة الإزاحة. ولا تتذكرون بأول محاضرة أنا قلت لكم على هذا الشيء. المضخة الترسيب، تفضل. تفضل عين. على كل حال خلينا نكمل، عد من اسمع صوتك عد اجاوبك ان شاء الله. المضخة الترسية، طبعا المضخة الطاردة، شوف اقصى ضغط جيت تتحمل 20 بار، التصريف مالتها يكون عالي. وهل هي متغيرة الإزاحة؟ لا، المضخة الطاردة تكون غير متغيرة وغير موجبة الإزاحة. نجي على المضخة الترسية، شوفوا 10 أضعاف، يعني أقصى ضغط هو 10 أضعاف المضخة الطاردة المركزية. أنا خليت لكم الطاردة على متقارن بيها، ضغط عالي لكن التصريف شو يصير به أقل، لأن يعني قلنا هي شيء على حساب شيء، يعني أنت ما عندك قدرة محددة، فيكون شيء على حساب شيء، ضغط عالي فالتصريف يكون أقل، تصريف عالي ضغط أقل وهكذا. زين، هنا هاي طبعا أرقام، ستقولي شرط أنه يكون 200، لا يعني أراوند، يعني مثلا بلس ماينس مثل ما نقول، يعني هذا كله أرقام تقديرية، لكن أريد أراويك أنه الفرق اللي يكون بيناته. هل هي متغيرة الإزاحة؟ لا، غير متغيرة الإزاحة، وقلنا ليش، لأنه هي تصميمها ما يسمح أنه تكون متغيرة الإزاحة. موجبة الإزاحة، نعم موجبة الإزاحة. زين، المضخة الريشية اللي هي أيضا أقصى بار تقريبا هم 200، أقصى تصريف يكون أيضا مقارب لهذا 400، زين تكون تصريفها شوية أكثر، ومتغيرة الإزاحة وأيضا موجبة الإزاحة. المضخة المكبسية، شوفوا الضغط ما تجد أعلى، تتحمل من 350 إلى 500 بار، لكن التصريف راح يكون شنو، ايضا تصريفها عالي 750 1500، معناته قدرتها اعلى ومتغيره. طبعا احنا قلنا هي هاي مضخه ممكن ان تكون متغيره، وايضا هي بالفعل موجبه الازاحه. هاي الارقام طبعا من هذا المصدر الكاتب لكم اياه لي جوا موجود، يعني تفضل. بس هاي مال المقارنه بين المضخات، هاي الارقام شنو حفظ لو يجي عليها سؤال لو شلون لا لا مو حفظ، بس اريدك تعرف انه يا مضخه مثلا ضغطها على، يا مضخه تصريفها على، هيك بهالطريقه هاي مو حفظ، لانه انت هاي الارقام خوف هي شغلات تصميميه، جزء غير مضخات راح تكون اكثر من 200 225 250 ربما 300، يعني بس بشكل تقريبي اريدك تعرف ان يا الضغط اعلى يا التصريف اعلى وهكذا، يعني انت يصير عندك فكره واضحه. ماشي، هنا اكو ايضا فيديو سيد اشتغل اشتغل اشتغل. هذا الفيديو راح يقارن لك بين انواع المضخات كلها اللي حكينا عليها. نجي على الاكسترنال، هسه هذا اكسترنال جير بامب اللي هو شنو، يعني كمراجعه للمضخات. شوفوا هاي ترسين واضحه امامكم، أنا أفضل أشوفكم على اليوتيوب، خلي ألغي هالهاي لأنه هذا سيطول ويانا. قبل ما ننتقل إلى الفيديوهات، خلي هنا أشرح لكم على الـ Performance Characteristics Curve اللي هي منحنيات خصائص الأداء المضخة. طبعا هذا المنحني أمامكم كلش مهم، أريدكم يعني تعرفون شلون تقروا، يجيكم يعني أسئلة عليه. هذا شيء بين أمامكم، خلينا نجي نشوف. أول شيء هو المحور، محورين X و يعني Y و X و Y. فالإكس لو تلاحظون هو البريشر بالميجا باسكال، يعني 8 12 16 كلها ميجا باسكال. وعندي الكفاءة اللي هي 20 إلى من الصفر إلى 100 كفاءة نسبة مئوية. زين، لو تلاحظون هنا إيش راسم لي؟ راسم لي علاقة القدرة، علاقة القدرة بمن؟ بالضغط. وين القدره، وين المحور مالته؟ هذا المحور مال القدره، هياته شوفوا هنا هذا المحور كاتب لك من الصفر لل 24 هذا الاوتبوت فلو، ومن الصفر لل 9 بالكيلووات هذا الانبوت باور. فتلاحظون انه عندما على سبيل الفرض عندما يكون الضغط 4
يعني هنا لو نرسمها هسه هذا الضغط عندما يكون 4 وامد خط هنا القدره ايش قد راح تكون؟ هذا 0 وهذا 3 هنا 1.5 تقريبا 2 ال او 1750 زين عندما الضغط يكون 4. لكن عندما الضغط خلينا نقول فرضا صار 16 صار الضغط 16 هذا الضغط 16 فايش قد راح يكون الانبوت باور؟ راح يكون هذا 6 9 بنصها يصير 7 8 يعني تقريبا يصير 7.5 او 8 زين الانبوت باور. فاريدك تعرف انه شلون تقرا هذا الشارت زين. هذا شيء يبين لنا هسه يبين لي انه كلما زاد الضغط الانبوت باور اللازم ايش راح يصير بيها؟ كل ما يزيد عندي الضغط داخل المنظومه ايش احتاج؟ احتاج قدره اعلى لو قدره اقل من عندي ضغط عالي. ها قدره اعلى. اسالكم سؤال بس جاوبوني عليه بصراحه يعني خارج الموضوع بس خلي اسد التسجيل. انتم متغدائين ولا ما متغدائين؟ والله استونا تغدينا استا يعني بالكم مو يمي بالكم يمي يعني والله والله بعدنا ما متغدين انا هم مثلكم انا ما اتغدى لورا المحاضره فشوي بس خلي بالكم يمي اريد تفاعل زين خلي افتح التسجيل زين هسه هنا القدره الداخله الانبوت باور القدره الداخله يعني اللي انا احتاجها اللي المفروض اجهزها للمنظومه. إذا كان الضغط داخل المنظومة عالي يعني المنظومة تعمل تحت أحمال عالية فايش تصورون الانبوت باور يكون عالي لو منخفض؟ لا دكتور منخفض. زين هسه التناسب ما بين الانبوت باور وما بين الضغط تناسب طردي لو عكسي هنا؟ شلون دكتور بس الصوت بيقطع؟ التناسب ما بين الضغط وما بين القدرة الداخلة عكسي لو طردي؟ طردي ليش؟ لانه هنا مثلا 4 هنا خلينا نقول 3 او اقل 3 هنا صار 16 ايش قد صار؟ وصل تقريبا اقل 9 فاذا تناسب طردي هذا يزيد هذا يزيد. فشي اريد اقول هسه انت من تجي تباع على هذا الشارت راسا الثاني من اجيب لك هذا الشارت واجيب لك سؤال اقول لك تتناسب القدره اللازمه لاداره المنظومه الهيدروليكيه فراغ مع الضغط فش تقول لي تناسب طردي دكتور يعني القدره راح تزيد هذا الضغط مو القدره الناتجه القدره اللي انا احتاجها يعني انا فرضا عندي شفل هذا الشفل اريد اشتري له مضخه زين فاول شيء لازم احسب انه هذا الشفل ايش قد يشيل حمل يعني الضغط اللي راح يصير داخل المنظومه ايش قد فاذا كان ضغط عالي لازم اجيب له ايضا شنو محرك بقدرة عالية input power يعني هاي input power هي قدرة المحرك اللي يشغل المضخة يعني كأنما دا يعني فد علاقة ما بين الضغط وما بين قدرة المحرك input power قدرة المحرك زين وين أقرأها؟ طبعا هذا chart شو مش كم محور بي input power والoutput flow والoverall efficiency والvolumetric efficiency فما معقول كلهن أخليهن على نفس المحور إش خالهن؟ خال محور اللي هو الضغط وخال محور الكفاءة وبعد الكفاءة وين هي؟ هاي الأوفرال إفيشنسي والفوليومتريك إفيشنسي اثنيناتهم طبعا نفس الوحدات فخالهن على نفس المحور لكن هل إنه القدرة أيضا نفس الوحدات؟ لا فسوالها محور هيك على صفحة الأوتبوت فلو أيضا سوالها محور هذا محور مال الأوتبوت فلو خلاه على صفحة لأن الوحدات تختلف ما أقدر أخليه على نفس المحور زين خل نجي هسه الانبوت باور قلنا هذا شوفوا هاي من الصفر الى التسعه هاي مالتها المحور الصادي والاكس هذا البريشر نجي على الثاني وحده الاوتبوت فلو وين المحور مالته؟ هذا المحور مالته العفو هذا من الصفر الى 24 هذا حده الاوتبوت فلو شو يريد يقول لي انه هسه هذا امامكم الاوتبوت فلو اللي هو التصريف الخارج يعني شنو؟ يعني الكيو اكتوال مو صحيح؟ هذا التصريف الخارج يتناسب طردي مع الضغط لو عكسي؟ هذا الكيرف مالته
يتناسب طردي لو عكسي، انت مهندس وسألوك هذا قال له لك اقرأ لنا هذا الشارت، شلون تقرأ؟ ها زين اعطيكم فد لحظه، عندنا هسه هذا الشارت وعندنا هذا الشارت وعندنا هذا الشارت، هذا التناسب طردي لو عكسي ما بين الاكس والواي. ها طردي لو عكسي هذا طردي ليش؟ لانه كل ما الاكس يزيد الواي وياه حيصعد ويزيد. زين هنا الاكس والواي تناسب طردي لو عكسي ليش؟ لانه كل ما الاكس دي يزيد بهالاتجاه الى اليمين يعني الواي دي يصير بيده ينخفض، فهنا عكسي. زين من يجي هيك خط مستقيم افقي هنا التناسب طردي لو عكسي؟ لا طردي ولا عكسي طردي. ها يعني شو كلش ممتاز. لا طردي ولا عكسي ليش؟ يعني شنو معناته لا طردي ولا عكسي؟ يعني ما يتاثر يعني العامل واي او الصفه واي او المتغير واي ما يتغير بفعل المتغير، ما يتاثر بالمتغير اكس. والدليل انه ايش قد ما يزيد اكس الواي شو مسوي؟ ثابت على نقطه واحده. يعني هذا ايش قد ما يزيد الاكس الواي ايش بي ما دا يتغير، ثابت معناته ما دا يتاثر بي، ماكو علاقه بيناتهم. زين ليش احنا نرجع على موضوع هسه الأول؟ نعم تصريف الخارج انه ما يتاثر بالضغط، فلا هو لا عكسي ولا طردي يصير. اي جدا ممتاز، هو هذا اللي اريد اوصل له، هو هذا بس ابين لكم انه هذا الخط يكون بشكل افقي. هذا اللي تشوفوه هذا معناته شنو شكل افقي؟ معناته ما يتاثر. هنا ما مرسوم بشكل افقي، ايش مرسوم؟ مرسوم بشكل شويه مائل الى الاسفل شويه، يعني جدا ميل قليل. منو يقول لي ليش هذا صار عندي ميل قليل؟ هنا ايش يريد يقول لك؟ يقول لك يابا التصريف الخارجي اللي هو الكيو اكتوال ما يتاثر بالضغط، لكن من يزيد الضغط الى حد معين ايش راح يصير عندي؟ راح يقوم يزيد يسرب من ال يعني تنضغط اذن الامور اللي هي يسموها الشبن او السيلز، اذني راح شلون تقوم تعبر زيت لان ضغط عالي، فمن يعبر زيت الزيت الخارج راح يكون شنو التصريف؟ راح يكون اقل لانه اكو عندي تسريب دا يصير. فلاحظوا يقول لك ما يتاثر لكن شنو يتاثر الى مدى قليل، لانه حيصير عندك تسريب داخل المنظومه ضغط عالي يصل الى حد، شوف شو يصير بالتصريف ينهار هنا، خليني اجيب هذا، هذا ينهار شوف يوصل الى مرحله يعني عندما يوصل الضغط المعين عند، فهاي مرحله الخطر يسموها، هاي انهيار الضغط الخارج، هذا مرحله الخطر، معناته راح يصير عندي ضرر بالمنظومه وراح التصريف راح ينخفض الى درجه كبيره. فهاي النقطه الحرج يعني اذا نسميها، يعني المفروض انت كمهندس تنصح انهم يجيبوا لك مضخه، طبعا هذا كل مضخه هي بها شارت معين، يعني هذا مو يشتغل كل مضخه، كل مضخة لها، فأنت تيجي تباوع تقول له يا أبا هاي النقطة يعني العشرين مفروض ما توصل، ليش؟ إذا عبرت العشرين راح تنهار عندك المنظومة، راح تنهار عندك المضخة. زين فبهالطريقة أنت راح تعرف أنه شنو راح يتناسب ويا شنو وشنو ما راح يتناسب. قلنا التصريف الخارج ما يتأثر بالضغط، لكن عندنا نقطة معينة راح يؤدي إلى انهيار المنظومة وبالتالي انهيار التصريف. وين المحور مال التصريف؟ محور التصريف هو هذا قلنا عليه من 24 من 0 الى 24، هذا بالنسبه للقدره هذا الانبوت باور، وهذا بالنسبه للتصريف الاوتبوت باور. يعني خلينا نسوي بهالطريقه هاي، هذا الانبوت باور هذا وهذا التصريف، هذا مال التصريف. زين وعندنا ايضا بالنسبه الى الكفاءات، اذا الكفاءات هذا المحور مالته. زين نجي نشوف الكفاءات، الكفاءه الكليه والكفاءه الحجميه. خلينا نجي على الكفاءه الكليه او الكفاءه الحجميه بالبدايه، هاي بالاعلى. الكفاءه الحجميه ايش راح يصير بها؟ هاي اقصدها لو تلاحظون الشارت مالتها ايش يصير بي؟ بادي من 100% اول شيء الكفاءه الحجميه ايش تساوي لي؟ تساوي لي التصريف الفعلي على التصريف النظري، مو صحيح؟ زين التصريف الفعلي يا هو
هذا استحكينا عليه الاوتبوت فلو، هذا التصريف الفعلي. زين التصريف الفعلي مدى يتاثر؟ التصريف النظري ثابت هو مال مضخه يعني التصميمي، فهل الكفاءه الحجميه راح تتاثر؟ ايضا ما راح تتاثر، لانه لا التصريف الفعلي دي يتاثر عندي، هذا اشرنا اليه، ولا التصريف النظري اللي هو بالاصل تصميمي راح يتاثر، ما راح يتاثر يعني قصدي. فايش راح يصير عندي؟ راح يصير الكفاءه الحجميه ايضا لا تتاثر بالضغط. لكن شنو قلنا؟ اذا صار عندي تسريب نتيجه الضغط فراح شويه راح تنخفض مثل ما موجود عندي هنا بالرسم. زين نجي على الكفاءه الكليه. الكفاءه الكليه مين جايه؟ الكفاءه الكليه اللي سموها سميناها هنا اوفر اول، او يمكن هيجي، او توتال، عفوا هاي ايتا توتال. هنا راح يصير كفاءه الحجميه في الكفاءه الميكانيكيه. ناس نفس الشيء كتبت كفاءه الحجميه في الكفاءه الحجميه قلنا ما تتاثر، الميكانيكيه تتاثر بزياده الضغط لو ما تتاثر؟ طبعا انت المضخه دا تدور مو، فالمضخه سرعه دورانها الان مالتها هل هو بالضغوط العالي نفسه بالضغوط المنخفض؟ طبعا لا، يعني المضخه من تشتغل بضغط عالي راح شنو السرعه مالتها راح العفو بضغط منخفض السرعه مالتها راح تشتغل براحتها، لكن عندما يكون ضغط عالي ما راح تشتغل براحتها، فالعزم الناتج راح يكون اقل، العزم راح يكون اقل. التورك اللي هو شنو قلنا؟ التورك بي تورك خارج سميناه اوتبوت الى التورك الداخل، هذا شيء يسوي الكفاءه الميكانيكيه. فهذا ثابت قلنا، لكن هذا شنو راح يتاثر بيش؟ بالضغط. مطيك هو هنا قايل لك اول شيء بزياده الضغط راح خلي امسح هذني، طارت هوسه هنا، طار ازدحام. زين هنا ايش راح يصير عندي؟ راح هذا الاوفر اول افشنسي راح يزداد، راح تزداد الكفاءه بزياده الضغط، لانه انت من عندك مضخه تريد تنتج لك ضغط معين، فاذا ما ولدت هذا الضغط، يعني انت جبت مضخه فرضا تشتغل على مثلا خلينا نقول 12 ميجا باسكال، بس انت كل شغلك ما يتجاوز ال 4 ميجا باسكال، فهل انت حققت كفاءه؟ ما حققت كفاءه. يعني شلون انت تجيب لك واحد يلعب حديد وتقول له بلا زحمه بلكي هاي الخشبه الشيء اللي اياها؟ زين انت خوف جيب لك اي طفل يشيل لك الخشبه، ما يحتاج تجيب واحد يلعب حديد ومتعنيله وهاي، مو اي طفل يجي يقول له يابا هاي الخشبه شيلها او انت شيلها. بينما من تريد تحتاج ضغط عالي، تحتاج لود عالي، لا راح تجيب شنو؟ يعني تجيب مضخه تشتغل بضغط عالي. لازم تخلي بالك انه تستخدمها الاستخدام الامثل. فالاستخدام الامثل هو وين هنا؟ يكون عندي عندما الكفاءه تكون في اعلى شيء. فهنا عندي الاستخدام الامثل بالنسبه اللي حقق لي اعلى كفاءه هو عند الضغط 8 ميجا باسكال لغايه تقريبا 16. قبل الثمانية راح ما راح تكون المضخة تعمل بكفاءة ميكانيكية المرجوة من عندها، وبعد ال 16 راح تنخفض قليلا. يعني هذا التفسير مال هذا الشارت. زين بس اشرح لكم هذا الشارت الاخير، يمكن ما راح نلحق نشوف الفيديوهات، راح اخليكم اياها بالكلاس روم. دكتور بس يعني الكفاءة الميكانيكية نعم. هي مو نسبة العزم الخارج الى العزم الداخل، يعني هذا شيء صحيح؟ ايه العزم الخارج اللي يعني الناتج يعني نسبة العزم الخارج ماشي دكتور. الخارج الى الداخل اي صحيح ماشي. الداخل لانه هو جاي من المحرك بعده ما مستفادي من عندها تو دخل المنظومه، فاريد اشوف هذا العزم هل هو نفسه وصل الى خارج المضخه او لا قل. هي هاي الكفاءه ايش قد خرج نسبه الى الداخل. يعني مثلا انطوكم واحد انطاك فلوس، هذا شيء يسموه داخل، الدخل مالتك. هل الفلوس هذا انت مصرفت من عندها كل شيء، فهل انت استفاديت من الفلوس؟ ما استفاديت شيء، كل شيء ما اشتريت بها. لكن اذا صرفتها كلها فيكون الخارج الى الداخل 100% يكون، يعني معناته شنو استفاديت من الفلوس؟ كل شيء على اتم. مثلا اعطاك 1000 دينار اشتريت بس ب 100، هل انت استفاديت من ال 900؟ مشموره عندك ما استفاديت من عندها، صح لو غلط؟ يعني بهالمفهوم هذا افتهموها. زين هسه نجي على هذا الشارت اللي هو راح نختم اليوم بمحاضرتنا ان شاء الله.
هذا أبسط من هذا الشارت، يكون بسيط جدا. طبعا هنا شوفوا مثبت لك السرعة 1500 revolution per minute دورة بالدقيقة، وهنا أيضا مثبت لك السرعة. هنا شيء اللي يقول لك، يقول لك يا بي الانبوت باور، الانبوت باور راسم لك إياها على المحور X، هذا الانبوت باور، وراسم لك الاوتبوت فلو اللي هو شنو علاقة إذا ما بين الانبوت باور وما بين الاوتبوت فلو، لكن شنو المحور السيني والمحور الصادي، لكن شنو بضغوط مختلفة. هنا الضغط عندك كل خط يمثل لي ضغط معين، نجي عند الضغط أقل ضغط. لو تلاحظون عند الضغوط المنخفضة، يعني هاي أريدك تشارت تحوله إلى كلام، يعني شون تحكي، شون تلقي، شون تقدمه للشخص. هذا عند الضغوط المنخفضة لا يتأثر الضغط الخارج اللي هو شنو الضغط الخارج Q actual حتى للتهون، وهاي شنو هاي الـ PI الـ input power، وهذا الـ P اللي هو الضغط IP capital IP small، IP capital قدرة والـ P small اللي هي ضغط. زين فش تقول اللي عنده ضغوط منخفضة لا يتأثر التصريف الفعلي أو التصريف الخارج كثيرا ويا من ويا القدرة، يعني ما راح أحتاج قدرة عالية، ما راح أحتاج قدرة عالية. زين نجي ناخذ، ما ناخذ الاثنين أربعة، خلنا نطفر طفرة للنص مثلا العشرة. عند الضغط عندما يكون الضغط عشرة يعني وين، يعني هذا الشارت، هذا الكيرف العفو، عندما يكون ضغط عشرة ايش راح يصير عندي؟ عندما يزداد الضغط الى مدى معين ايش راح يتناسب الناسب طردي، يعني كل ما يزيد الاوتبوت فلو انا ايش احتاج، راح احتاج الى قدرة اعلى. من يزيد الضغط ايش راح يصير؟ ايضا هو التناسب راح يبقى طردي، لكن يعني ايش استفاد قدرة اعلى. والدليل هسه لو انا اجي اثبت التصريف هسه خلينا نقول عند هاي النقطة على 20 ثبتت التصريف، فشوف الضغط كل ما يرتفع الضغط القدرة ايش راح يصير بيها؟ راح القدرة اللي احتاجها راح تزداد، مو صح أكثر على القدرة اللازمة. هذا الضغط راح يزيد عندي التصريف. طبعا هذا الحكي كله أنا كاتب لكم إياه، يعني شارح لكم إياه المخططات بشكل كلام، كاتب لك بشكل مختصر. الكفاءة الحجمية لا تتأثر بالضغط، يعني هاي راجعوها، الكفاءة الحجمية فوليومتريك، الكفاءة الكلية تتناسب طرديا مع الضغط إلى حد معين اللي هو هذا الحد قلنا عليه، ثم تثبت تقريبا. التصريف الخارجي اللي هو الاوتبوت فلو لا يتاثر بالضغط تقريبا، قلنا هنا يكون نقطه حرجه. القدره الداخله تتناسب طردي مع الضغط، القدره العفو الداخله، اسف انا قلت ما ادري قلت الخارجي او الداخله. زين وبالنسبه لهذا الشارت هم كاتب لك القدره الداخله هاي علاقتها بالتصريف وعلى عند ضغوط مختلفه، القدره الداخله لا تتاثر كثيرا بالتصريف الخارج، تأثرها مو جدا عالي، لكن كل ما يزيد الضغط راح يزداد تأثر القدرة بمن؟ بالتصريف. راح يشوف الشات راح يزيد الميل مالته، يعني حتكون هناك علاقة. من قلنا من اكو خط افقي معناته ماكو علاقة ما بين الاكس والواي، ما بين الاكس وما بين الواي مو، لكن كل ما يزيد الميل راح تكون علاقة وثيقة، علاقة اكبر. تلاحظون شلون؟ فهذا اللي اريد اوضح لكم اياه اليوم.